بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي اليوم إن شاء الله مع الدرس الثاني في الوحدة الثانية للصف السابع. الدرس الثاني في اللغة الإنجليزية في الوحدة الثانية. Listen to the months of the year. أشهر السنة. Month تعني شهر. هنا أسي جمع the months of the year. تعني السنة year اللي هي السنة. نشوف التطبيق الموجود. Listen and repeat. استمع. Listen استمع أو اصغي. And repeat وكرر أو أعد. The names of the months. أسماء الأشهر. أوكي. نلقي نظرة الآن على أسماء الأشهر عشان نتمرنوا عليها مع بعضنا. جانوري اللي هو يناير، شهر واحد شهر يناير. فبروري شهر فبراير اللي هو شهر اثنين. مارش شهر مارس. أبريل شهر أبريل اللي هو أربعة. مي يعني مايو شهر خمسة. مايو. جون اللي هو يونيو اللي هو شهر ستة. جولاي اللي هو يوليو شهر سبعة. أوغست اللي هو شهر ثمانية أغسطس. سبتمبر اللي هو شهر سبتمبر. أكتوبر اللي هو شهر عشرة. نوفمبر اللي هو شهر نوفمبر اللي هو شهر 11. ديسمبر اللي هو شهر ديسمبر اللي هو شهر 12. أوكي. المطلوب الثاني listen and read. استمع أو اصغي. listen بمعنى اصغي. And read واقرأ. Learn the poem. تعلم القصيدة. موجود عندنا poem. poem بمعنى قصيدة. poem تعني قصيدة. Which country is this؟ أي دولة هذه أو أي بلد هذا؟ Which country is this؟ أوكي. هذه عندنا القصيدة. January, February. The weather is cold. January, February. The weather is cold. هنا is طبعا مختصرة. But in March and April. لكن في مارس وأبريل. Ice cream is sold. الآيس كريم اللي هو الجيلاتي. Is sold. يباع. Sold بمعنى مباع أو يباع. ماضي من sell اللي هي يبيع. May is the month when we all have fun. مايو هو الشهر. Is the month when we all الذي أو حيث أو متى ما نحن أو عندما. وإنهنا بمعنى عندما. نحن all كلنا have fun. نستمتع. فhave fun نتسلى أو نستمتع. We can swim. نستطيع السباحة. And play out in the sun. ونلعب خارجا. In the sun تحت الشمس. In June. في يوليو. يونيو اللي هو شهر ستة. Of course it's very hot. بالطبع إنه حار جدا. July and August. July and August. يوليو وأغسطس. The worst of the lot. الأسوأ كثيرا في الحرارة طبعا. Of the lot منها كثير من الحرارة. September وأكتوبر. Getting cooler again. نبرد مجددا. Getting cooler. نبدأ في البرودة مجددا. Getting cooler يبدأ في البرودة.
مجددا again أو مرة أخرى. again تعني مجددا وتعني مرة أخرى. نوفمبر ديسمبر here comes the rain. هنا يأتي المطر. نوفمبر اللي هو شهر نوفمبر 11 ديسمبر. here comes the rain. هنا يأتي المطر. اوكي. هذه الأغنية فيها المذكورة الأشهر السنة كلها. حفظها الطالب يبقى حفظ أشهر السنة كاملة. anyway نمشوا للpunctuation للترقيم، أدوات الترقيم أو شروط الترقيم في الدرس هذا. writing the names of the months of months. كتابة writing بمعنى كتابة the names أسماء of months الأشهر. months هذه قاعدة، هنا قاعدة كتابة. months الأشهر begin تبدأ with a capital letter، تبدأ بحرف كبير capital letter. لاحظ كل الأشهر حتبدأ بحرف كابيتال. يبقى حتى في كتابتي العادية في رسالة في أي شيء، لما نكتب شهر لازم أول حرف فيه يكون كابيتال. أبريل جولاي ديسمبر. لاحظوا الحروف الحمراء هذه كلها في بداية الكلمات كتبت كابيتال. أوكي. تمرين سي. look at the table. انظر إلى الجدول، هذا الجدول. and answer وأجب questions الأسئلة about England عن إنجلترا. أوكي. هذا الجدول، طبعا الجدول هذا فيه رسومات تبين الفصول الأربعة والأشهر. جانوري لاحظ أن في علامات تحت. لو لقينا العلامة الشمس هذه صاني معناها الطقس يكون ساخن، صاني مشمس. كلاودي، كلاودي بمعنى غائم فيه غيوم. رين مطر. ويندي عاصف أو فيه رياح. سنو مثلج. تمام، نرجع مرة ثانية للجدول حنلقى نفس الرموز هذه موجودة مع كل شهر، كل شهر عنده رمز خاص به. جانوري سنو، يبقى شهر يناير سنو 3 سنتيغريد ديجريز، 3 درجات مئوية. فبراير مثلج اللي هو سنو 5 سنتيغريد ديجري أو 5 ديجريز، 5 درجات مئوية. مارش ويندي فيه رياح، ويندي 9 ديجريز، 9 درجات. أبريل اللي هو شهر أبريل ريني في مطر رين 12 ديجريز، 12 درجة. مي اللي هو مايو ساني اند ريني، في صن في شمس وفي مطر، يبقى 15 برضو 15 ديجريز، 15 درجة مئوية. جون صني مشمس 23 ديجريز، 23 درجة مئوية. جولاي في عندنا رين and sunny 26 degrees 26 درجة مئوية. August sunny August 25 degrees. August اللي هو أغسطس شهر 8. September شهر 9 windy 15 degrees 15 درجة. October windy 8 degrees 8 degrees 8 درجات. November rainy 8 degrees. طبعا هذا الطقس about England عن إنجلترا أو بريطانيا. December
ريني أو رين 5 degrees. Okay, now go to the questions. تو نمشوا للأسئلة ونجاوبوا عليهن. طبعا ذكرنا الأسئلة عن about England, عن إنجلترا. When does it snow؟ متى تثلج؟ متى يكون الطقس مثلج in England؟ مثلج اللي هو الرمز هذا. وين موجود هنا عندي؟ في January and February. يبقى الإجابة حتكون in January and February. والله نكتب January and February في يناير و فبراير. Question number two. When is it cloudy؟ متى يكون الطقس مغيم؟ Cloudy October. In October أو أكتوبر وحدها. When is it windy؟ متى يكون الطقس عاصف؟ windy اللي هو الرمز هذا حنشوفه. March in March and September. يبقى March and September. إجابة ثلاثة حتكون March and September. Which is the coldest month؟ أي هذه الأشهر هو الأكثر برودة؟ coldest الأكثر برودة. من ناحية الدرجات حنلقى January. يبقى الإجابة هتكون January. January is the coldest month. بعدين عندنا 5. Which is the hottest month؟ أي هذه الأشهر هو hottest الأسخن؟ Which is the hottest month؟ أيها الشهر الأسخن؟ جولاي. أعلى درجة في جولاي اللي هي 26 degrees جولاي. أوكي، هذه بالنسبة للإجابات القطعة الأولى أو الصفحة الأولى. دي research and present. ابحث وقدم present اللي هو ورقة عمل أو presentation. بحث my favorite season بعنوان my favorite season. يبقى هنا يطلب كواجب منزلي من الطالب أن يعد ورقة عمل بعنوان my favorite season فصلي المفضل. favorite تعني مفضل، هنا الماي ملكية. my favorite season فصلي أحد الفصول الأربعة المفضل أو الموسم المفضل. أوكي، هذا تطبيق ممكن يطبقه الطالب في المنزل ويجيبه في ورقة عمل ويقدمه قدام الطلبة الآخرين أو قدام المدرس. أوكي، إيه now do exercises. الآن قم بتطبيق الاكسرسايزز التمارين A to E من A إلى E on pages في الصفحات 15 and 16 15 و16 of the workbook. نمشوا للصفحات 15 و16 ونحلوا التمارين اللي موجودة فيها. هذه الصفحة 15. The months of the year أشهر السنة. Make sentence كون جمل about the weather عن الطقس in Libya في ليبيا. Use words from each box مستعملا كلمات من كل صندوق. In Libya نقدر نكتب هنا في البداية in Libya في ليبيا. It always إنها دائما rains and windy. نقدر نختار أي حال من الأحوال هذه، هذه ظروف التكرار أو أحوال التكرار. ليش؟ لأنها دائما تستخدم للحديث عن الحقائق، والطقس طبعا يعتبر من الحقائق. الطقس السنوي في الدول يعتبر من الحقائق، لذلك نستعمل واحدة من الأدوات أو ظروف التكرار الموجودة في الصندوق لكتابة باقي الجملة. It always rains and cloudy and cold. إنها دائما تمطر وباردة. It's often إنها غالبا snows
مثلجة and cloudy وغائمة. تقدر تستخدم الجمل، تكون جمل بالطريقة اللي تناسبك. لاحظ حاجة، لو استخدمت it is it's sometimes يبقى ما فيش داعي تستخدم فعل. لو استخدمت it is، انت استخدمت ال is. It is often or it's sometimes sunny. It's never cloudy. It's usually cold. لكن لو استخدمت it، لو استخدمت it معناها حتستخدم الفعل اللي فوق أو الفعل اللي موجود هنا. ليش؟ لأن الأفعال الموجودة هنا هي أفعال تغني عن الفيرب تو بي، بينما الفيرب تو بي لو أنت استخدمت الجملة الثانية it is معناها مباشرة تمشي للصفة. هنا فعل وهنا صفة، هنا عندنا أفعال وهنا عندنا صفات، ولك الخيار أنك تكتب الجملة اللي تناسب. it always rains، لو استخدمت it معناها حتستخدم واحد من الفعلين هذيلا اللي موجودات في صندوق في اللي كتبت الجملة. it always rains and cold. هنا تقدر تضيف and، والله تكتفي برينز. it always rains. it usually snows، إنها عادة تثلج. it often rains. اوكي، تقدر تستخدم الشطر هذا، ولو استخدمت الشطر هذا مع الشطر الثاني اللي هو صفة، هنا عندك أفعال وهنا صفات. لو استخدمت الشطر الأول والثاني معناها بتضيف and، لكن غالبا تمشيها مع شيء يمشي معها. يعني it always rains and cold، إنها غالبا تمطر وباردة، جبت صفة. rains and cloudy، ما دام في مطر معناها يا في كولد يا في برد يا في كلاودي اللي هو مغيم. it is يبقى نقدر نكتب. لو جينا للخيار الثاني اللي هو it is نختار برضو واحد من اي واحد من ظروف التكرار. it is usually نفوت الفعل، ما نستخدمش ابدا، لا نستخدم الفعل في الحالة هذه. لو استخدمت it is معناها مش هنستخدم فعل، هيجيب صفة مباشرة. It is sometimes sunny. It is never cloudy. It is always windy. يبقى الحالة الاستخدام الثانية تختلف عن حالة الاستخدام الأول في الحالة هذه. هنا ما عنديش فعل، هنا عندي فعل اللي هو verb to be. يبقى لو ما عنديش فعل معناها هنضطر نستعمل فعل. It always rains. It usually snows. أو أي واحدة منها. لو استخدمت الثاني، سامحوني انا طولت عليكم في الشرح هذا، لو استخدمت الثاني عندي فعل موجود، يبقى مش هنستخدم فعل من الافعال الموجوده هنا. It's sometimes sunny. It's usually windy. It's often hot. هذا بالنسبه للحل التمرين الاول. هنا يقول write بي، exercise بي، write اكتب 3 sentences، ثلاثه جمل about the weather in Libya. هي مطلوب، هو نفس المطلوب في التمرين الأول. الأول كان تطبيقي قراءة، الثاني تكتب كتابة الجمل. يبقى حنكتب in Libya، في ليبيا. it always rains، نقدر نكتبها نفس الحلول نفس الطريقة الأولى. in Libya it is sometimes cloudy. لو استخدمت الجزء هذا، الجزء الثاني فقط يستعمل مع الصفات، بينما الجزء الأول نقدر نستخدمه مع الأفعال وندير and. هنا نحط and ونحط واحدة من الصفات اللي تماشى مع الفعل. أوكي، نكتب 3 جمل هنا بنفس الطريقة. الحل سهل جدا إن شاء الله، وهذا عندي نموذج للحل. هذا نموذج للحل، نشوفه التمرين به. It's usually hot in the summer. إنها عادة ساخنة في الصيف. In Libya
او ما فيش داعي حتى استخدام ليبيا، ما دام استخدمت اتس خلاص ما فيش داعي انك تستخدم ليبيا. اتس يوجوالي هوت ان ذا سمر، انها عاده ساخنه في الصيف او جو ساخن في الصيف. اتس اوفن انها غالبا كول اند ويندي ان اوتم او ذا اوتم، اوتم اللي هو فصل الخريف. اتس اولويز ريني اند كولد ان ذا وينتر، وهي غالبا ممطرة وباردة في الشتاء. تمام، نمشي للتمرين اللي بعده. التمرين اللي بعده يقول read now read the weather forecast on page 21. الآن اقرأ the weather forecast، نشرت الطقس في الصفحة 21 of your course book again، في صفحة الكتاب في الكتاب المدرسي مرة أخرى. And answer، وأجب the questions about the weather in London tomorrow، وأجب الأسئلة عن الطقس في لندن غدا. نمشي للصفحة 21. هذه الصفحة 21. tomorrow. اوكي، قبل لا نمشي للموضوع هذاهي، قبل لا نمشي في الموضوع هذاهي، نحن بنعرف ايش القاعدة هذه. يقول رايتن تيب، خطوات الكتابة. adverbial expressions of time، تعابير الظروف الزمنية. adverbial expressions of time، adverbial بمعنى ظرفي، اللي هو ظرف الزمان أو ظرف المكان. adverbial expressions، تعابير of time، الزمن. you can، شوف القاعدة هنا تقول you can، يمكنك. usually، عادة. put phrases، يمكنك عادة أن تضع phrases. phrases زي ما قلنا أشباه الجمل، مش جملة، أقل من جملة وأكثر من كلمة واحدة، أي مركب أكثر من جملة، أكثر من كلمة وأقل من جملة يعتبر phrase، شبه جملة. like these، مثل هذه. at the beginning or at the end of the sentence، في بداية أو في نهاية الجمل. to indicate time، لتحديد الوقت. indicate بمعنى تحديد الزمن. example، مثال. tomorrow morning، غدا صباحا. غدا صباحا، tomorrow morning it will be sunny، سوف يكون الطقس sunny مشمس. طيب نشوف الفريز وين. الفريز time phrase اهو tomorrow morning، غدا صباحا. هذا ما هو جملة، أقل من جملة، أقل من جملة وأكثر من كلمة واحدة، هنا كلمتين مع بعضهن. it tomorrow morning it will be، هذه الجملة it will be sunny، سوف يكون الطقس sunny بمعنى ساخن. okay it will be sunny tomorrow morning، هذا الفريز اللي هو tomorrow morning استخدمناه في بداية الجملة، بعدين استخدمناه في نهاية الجملة. يبقى هنا يقول put these phrases or phrases like these، مثل هذه، في بداية أو نهاية الجملة. وضع في المثال الأول موجود قبل الجملة tomorrow morning. هنا يفترض إيش نحط؟ هنا يفترض نحط كوما، نحط كوما هنا صغيرة، الفاصلة الصغيرة نحطها هنا بينهن. tomorrow morning، ليش؟ لأنها بداية الجملة، في بداية الجملة، تعتبر مختلفة أو بعيدة عن الجملة الثانية. tomorrow morning، غدا صباحا. it will be sunny، سوف يكون الطقس مشمس. it will be sunny، سوف يكون الطقس مشمس tomorrow morning. هنا في الحالة الثانية، في حالة tomorrow morning جت بعد الجملة ما نحطش فاصلة، لكن في الحالة الأولى لازم نحط فاصلة تفصل بين الجملة وشبه الجملة. طيب نحل التمارين أو الأسئلة الخاصة بها. will it be dry tomorrow morning؟
هل سيكون الطقس جاف دراي بمعنى جاف؟ Will it be؟ هل سيكون الطقس dry جاف tomorrow morning؟ No، الإجابة حتكون no. Tomorrow morning it will be cloudy with some rain. سوف يكون الطقس cloudy مغيم with some rain، مع بعض المطر. بعض المطر. اوكي. اثنين، will it rain tomorrow afternoon؟ هل ستمطر غدا بعد الظهر؟ afternoon بعد الظهر. No، it will be dry، سوف يكون الطقس جاف، and sunny tomorrow afternoon، لا سيكون الطقس جاف ومشمس tomorrow afternoon، غدا بعد الظهر. هذا بالنسبة للتمارين الموجود في صفحة 15. نمشي للصفحة 16. التمارين الثالث أو السؤال الثالث. Will it be warm؟ هل سيكون الطقس warm بمعنى دافئ tomorrow evening، غدا مساء؟ No، tomorrow evening، هنا المفروض نحط فاصلة بين ال evening و it will be، بين الجملة وشبه الجملة. Tomorrow evening، غدا مساء، فاصلة. It will be cool، سوف يكون الطقس cool، بارد لطيف، يعني مش بارد ثلج أو مسقع واجد، لا حيكون cool لطيف. Four، what will the temperature be tomorrow afternoon؟ ماذا will be، ستكون the temperature، temperature بمعنى حرارة، be تكون tomorrow غدا، afternoon بعد الظهر. The temperature، الحرارة، will be، ستكون 18 degrees، 18 درجة degrees tomorrow afternoon. Okay. Question D أو التطبيق D. Write two sentences، اكتب جملتان about the weather in your town، في الطقس في مدينتك. At the weekend، at the weekend، في عطلة نهاية الأسبوع. And وعن، about what you will or will not do، وعن ما ستفعله أو ما لا ستفعله. Will بمعنى سوف تفعله، or will not، will not اللي هي will زائد not، will زائد not تعني will not، سوف لن، do تقوم به. example، نشوف المثال المحلول بعدين نحله نحن الأمثلة. example، on Thursday، في يوم الخميس، it will be windy، سيكون الطقس عاصف. so لذلك، I will not، so I will not، أو I won't، I won't اختصار I will not، so I will not أو I won't اللي هي اختصار I will not go to the park، لذلك سوف لن أذهب إلى الحديقة، park اللي هو الحديقة. The rain didn't stop on Friday، المطر لم يتوقف يوم الجمعة. so لذلك I did not go to the sports center. هذه جمل في الماضي في عطلة نهاية الأسبوع. The rain، المطر، didn't stop، لم يتوقف، on Friday، طبعا أنا لغيت في الجملة الأولى، لغيت الذهاب إلى الحديقة بسبب الطقس العاصف. الجملة الثانية كانت تكملة لها، the rain، المطر، didn't stop on Friday، لم يتوقف يوم الجمعة. so لذلك I didn't go، لذلك لم أذهب، to the sports center، إلى مركز الرياضة أو المركز الرياضي. It was very cold، كان الطقس باردا جدا، on Saturday، يوم السبت. so لذلك we did leave our home، we did not leave our home، هنا تقعد نحط not.
so we did not اللي نحط not هنا هي اللي هي النافية زي هذه بالضبط. We did not leave our home. تمام. نمشوا الإي. Write sentences about اكتب جملا about something you did عن شيء ما قمت به. Last night الليلة الماضية. Last Friday الجمعة الماضية. Last year العام الماضي. Last بمعنى ماضي. يبقى last night تعني الليلة الماضية. Last Friday الجمعة الماضية. Last year العام الماضي. طيب I started reading. نشوف الجمل أو الأمثلة أو الجمل المحلولة. I started reading أنا بدأت قراءة my new book كتابي الجديد last night الليلة الماضية. Last Friday هذه شبه جملة طبعا. last هذه كلها شبه جملة. ليش؟ لأنها أكثر من كلمة وأقل من جملة. Last Friday هنا مفروض لما تجي في Last Friday هنا مفروض لما تجي في البداية عكس النهاية. هنا عندي last night جت في نهاية الجملة يبقى تمشي تمام، لكن في البداية لازم نحط فاصلة صغيرة هنا هي فكوما حطها بين last Friday. Last Friday I met my friends قابلت أصدقائي after going to the mosque بعد الذهاب إلى المسجد. We went نحن ذهبنا on holiday في عطلة في العطلة. We went on holiday نحن ذهبنا في العطلة to the UK last year إلى المملكة المتحدة. UK اللي هي United Kingdom تعني المملكة المتحدة اللي هي بريطانيا. Last year العام الماضي. We went on holiday ذهبنا في العطلة to the UK إلى المملكة المتحدة. Last year العام الماضي. تمام. هذه التمارين الموجودة بالنسبة للصف للدرس. هذه هي تمارين الدرس الثاني. نمشي الآن للقاعدة اللي موجودة عندنا في الدرس الثاني. القاعدة تتكلم عن المستقبل البسيط. المستقبل البسيط اللي هو future simple يستخدم زمن المستقبل البسيط للتحدث عن أحداث من المتوقع أنها ستحدث في المستقبل، وهناك مجموعة من الظروف الدالة عليه موضحة أسفل هذه الصفحة. طيب طيب نحن قبل نتعرف على الظروف الموجودة نتعرف على جملة المستقبل البسيط. تستخدم جملة المستقبل البسيط لاستخدامها للتعبير عن حدث متوقع أنه سيحدث في المستقبل. يعني متوقعين أن بكرة حيصير شيء، نقول سوف يحدث، نضيف كلمة سوف. سوف تغير المعنى. لذلك نشوف تركيبة جملة المستقبل البسيط. جملة المستقبل البسيط طبعا الجملة تبدأ بفاعل وفعل ومفعول به، أو تتركب الجملة تركب من فاعل وفعل ومفعول به غالبا. نشوف تركيبة الجملة المستقبل البسيط. هي تكون من فاعل زائد will اللي هي سوف زائد فعل زائد فعل. نبيكم تسجلوا ملاحظات الخاصة بالجملة هذه أو بالزمن هذا. في ملاحظات بسيطة لكن نحن نتعلمه طبعا زي ما قلنا عن طريق الملاحظات. أول حاجة الفاعل مهما كان نوع الفاعل سواء جمع سواء مفرد سواء غائب سواء متحدث he she whatever أي نوع فاعل لازم نحط. لو حطيت المضارع لو حطيت سوف اللي هي will يأتي بعده فعل مجرد فعل ما فيش أي نوع من الزيادة، لا فيه ing لا فيه s الغائب لا فيه ed أي إضافة أخرى لا. يبقى الفعل ينحط في حالة الانفينيتيف اللي هي حالة المصدر. الفعل بعد will دائما يكون مصدر. ليش؟ لأن فعل لأن will اللي هي سوف تعتبر فعل جامد
اتجمد الفعل اللي وراها، الفعل اللي يأتي بعدها جمد في حالة المصدر، يقعد الفعل اللي موجود بعد will دائما في حالة المصدر. تمام، نشوفه نحن الأمثلة عليك. It will rain، المثال يقول It will rain tomorrow، غدا، إنها سوف تمطر غدا. لو كان ما عنديش will هناهي، لو ما كانش في will اللي هي سوف، هتقعد الفاعل غائب مفرد اللي هو it، هنحط s هناهي. It rains، إنها تمطر غدا. لكن ما دام عندي will يبقى ما فيش s غائب، ولا في ing ولا في ed ولا أي إضافة أخرى للفعل. تمام، she will pass the exam، هي سوف تجتاز أو تنجح في الامتحان. the exam الامتحان أو الاختبار، the exam هو الاختبار أو الامتحان. she will pass، هي ستجتاز أو ستنجح the exam، سوف تنجح في الامتحان. لاحظ أن الفاعل she وما حطيناش اس الغائب، بالعكس هو الفعل زي ما هو، باس بمعنى يمر او يعبر او ينجح او يجتاز. اكزامبل اخر، مثال اخر، they اللي هنا جمع، they اللي هي هم، will leave، هم سيغادرون. جبنا leave اللي هو فعل غير قياسي، فleave بمعنى يغادر او يذهب. تمام، هذه بالنسبة للجمل الصحيحة، الجملة الصحيحة زي ما قلنا اللي لا يكون فيها نفي ولا يكون فيها سؤال. طيب إذا كانت الجملة منفية، عند النفي نقوم بإضافة not، النفي دائما يتطلب not، دائما يتطلب not. عند النفي نقوم بإضافة not اللي هي ليس أو لا، نافية للفعل المساعد. الفعل المساعد will اللي هو فعل الجامد، will سوف، فتصبح will not، will not سوف لن، سوف لن، واختصارها won't، won't. will not هي won't، won't. طيب نشوف الأمثلة في الجمل المنفية. It will rain tomorrow، إنها سوف تمطر غدا. Change into negative، أقلبها أو غيرها، change بمعنى غيرها، هنا المطلوب، دائما لاحظوا أن بين القوسين يجي المطلوب من السؤال. Change into negative، غيرها إلى negative نفي. في حالة النفي حتقعد It will not، will not. الجملة هنا ما فيهاش not، أضفنا not. Rain tomorrow، سوف لن تمطر غدا. بينما الجملة السليمة تقول it will rain tomorrow، سوف تمطر غدا. في النفي it will not rain أو won't rain tomorrow. مثال الثاني، she will pass the exam، هي ستجتاز الامتحان. في حالة النيجاتيف، النفي مطلوب هنا طبعا من قوسين النيجاتيف اللي هو النفي، she won't، هي سوف لن pass the exam، لن تجتاز الامتحان أو الاختبار. They will leave، هم سيغادرون. They won't أو they will not leave، هم سوف لن يغادرون. يبقى الكلام هذا كله عن إيش؟ شيء متوقع في المستقبل. تمام، في حالة السؤال، في حالة السؤال، It will rain tomorrow، سوف تمطر غدا. will it في حالة السؤال، نقلب مكان الفاعل والفعل المساعد أو الفعل الجامد اللي هو will. will it أسوف، تقعد أسوف تمطر غدا. will it rain tomorrow، هل ستمطر غدا. will she، هنا عندنا الجملة الثانية، she will pass the exam، هي تجتاز الامتحان. will she pass the exam، هل ستجتاز الامتحان او الاختبار. exam اللي هو الاختبار، examination امتحان. they will leave، will they leave، will they
هذه كملوها بالواي، في واي هنا هي will they، الواي هذه مش موجودة في الكلمة هذه. will they leave، هل سيغادرون؟ يبقى في حالة السؤال تقلب الكلمة مكان الكلمة بمكان الفاعل مع الفعل المساعد وتكمل زي ما هي. أوكي، طبعا إجابتها، طبعا هذه الأسئلة كلها تعني هل أو أسوف، أسوف يحدث كذا، أسوف تذهب تجتاز الامتحان، أسوف تمطر، أسوف يغادرون. هل هي نفسها، هل ستمطر، هل، أي سؤال يبدأ بهل حتى في اللغة العربية، أي سؤال يبدأ بهل إجابته حتكون yes or no، نعم أو لا. حتى في اللغة العربية أي سؤال يبدأ بهل إجابته yes or no، وأي سؤال في اللغة الإنجليزية يبدأ بفعل مساعد أو فعل مش رئيسي إجابته حتكون yes or no، إجابته حتكون نعم أو لا. تمام؟ yes it will rain، yes it will، الإجابة حتكون مختصرة yes it will، والله no it will not، no it won't. هنا نفس القصة yes she will or no she will not، yes they will، ما فيش داعي نكتب الفعل بعدها، الفعل الرئيسي ما فيش داعي، yes they will أو no they will not. تمام، نمشوا للتايم فريز اللي هو حكينا عليها قبل شوية، هو نفس الكلام مطلوب. التايم فريز، تايم فريز اللي هو tomorrow morning، tomorrow evening، in the afternoon، in the evening، in the morning، هذه كلها تايم فريز، يعني تعني أشباه جمل زمنية، أشباه جمل تتعلق بالزمن تايم. تستخدم هذه العبارات لبيان وقت أو زمن حصول الفعل، ويمكن استخدامها كما يلي: tomorrow morning it will be sunny، غدا صباحا سوف يكون الطقس مشمس، في بداية الجملة. في هذه الحالة يجب أن تتبع، أن تتبع بفارزة أو الفاصلة اللي هي هذه tomorrow morning فاصلة it will be sunny، سيكون الطقس مشمس، ويمكن استخدامها في نهاية الجملة it will be sunny tomorrow morning، وفي الحالة هذه زي ما قلنا لا يوجد فاصلة بين شبه الجملة والجملة. طيب، هذه أمثلة للحل. The weather will be hot، الطقس سيكون ساخن، مطلوب هنا هي in the afternoon، in the afternoon في بعد الظهر، يا اما نكتبها بالطريقه هذه in the afternoon في البدايه in the afternoon the weather او it will be hot، it will be hot، نقدر نكتب the weather او نكتب it will be hot، او العكس the weather will be hot in the afternoon. في الحاله ذي نحول الفاصله، نحول الفاصله وتكتب كما هي the weather الطقس will be hot سيكون ساخن in the afternoon. تمام، المطلوب الآخر snow، هنا طبعا reorder أعد ترتيب، مطلوب إعادة ترتيب هذه الجملة snow will in the evening it snow will in the evening it. أول حاجة نجيب it نحطها في البداية it will snow، it will snow، سوف تثلج it will snow in the evening في المساء، أو العكس in the evening ونحط فاصلة it will snow في المساء سوف تمطر، in the evening will it will snow سوف تثلج، snow بمعنى ثلج أو تثلج. هذا بالنسبة كان للدرس الثاني، وفي الوحدة الثانية سامحوني كان طولت عليكم في الشرح، وموفقين بإذن الله، وإلى اللقاء في درس آخر. السلام عليكم.